أنا بدي أعرف وين ابني، بدي أعرف وين سيف، بدي أعرف وين محمد، بدي أعرف كل الشباب اللي طلعوا وينهم. ما حدا بيعرف عنهم شيء. وين ابني؟ اللي عم يتواصل، اللي بيعرف حدا بيفهمه وصادق يسأله، أولادي وينهم؟ سيف الدين ومحمد حلبي وينهم؟ ما عاد بينوا؟ الرحلة اللي طلعت يوم الجمعة ما حدا بيعرف وينها، وين أولادي؟ إبراهيم جاد الله وشخص ثاني طبعا إبراهيم جاد الله هو سوري الجنسية من درعا من بلدة السهوة ملقب أبو نبال وسعد بوظلوط هو مقيم بطبرق وعنده مكتب سيارات هدول مندوبين لمهربين أنا كنت على تواصل معهم طبعا وأحكي معهم إنه ليش أخذتوا سيف الدين ومحمد من عند العائلات أخذوهم الساعة 1:30 بالليل من المزرعة اللي كانوا فيها طبعاً والعائلات اللي كانوا أولادي عندهم أنا بقول عن محمد ابني أكيد لساتهم موجودين ولساتهم ناطرين الرحلة وعايشين بأمان أخذهم الساعة 1:30 بالليل نقاهم بالاسم سيف الدين ومحمد وهددهم بالسلاح إذا بتحكوا أو بتجيبوا سيرة أني أخذتكم فرح تنقتلوا بليلة ما فيها ضوء أمر صار في حملة ليبية على قولتهم سعد رشى الأمن الليبي وطلع الرحلة وطلع أعداد كبيرة هو أخذهم على الموت هو وإبراهيم طبعاً أنا ممنوع الموبايلات إنه كانت معهم أنا ابني ما خبرني إنه طلعوا ممنوع الموبايل استخدموه اليونانية عندها قائمة لا عم بتزيد اسم ولا عم تنقص اسم ولا بيعطوا أي معلومة طيب الجساس قال بالجساس ما في هيك اسم طيب بالجساس مجهولين الهوية في هيك مواصفات ما في مواصفات طيب أولادنا وين فوتونا على المشفى ممنوع تفوتوا اليوم تواصلت معي أم للشاب كان كمان بالرحلة اسمه محمد مطاوع هو كان بعداد المفقودين فطلع بالمشفى حكى معه من موبايل حدا مصري طيوب عطاه الموبايل وقال له أنا بخير وبعدين انقطعت أخباره فعم بتقلي أنا خايفة أنه يقتلون اللي بالمشفى ممكن السلطات اليونانية تقتلون وأنا بطالب السلطات اليونانية أنه نعرف كل شيء عن أولادنا ابني سافر مشان يكفي دراسته مشان مستقبل حلو هو وصديقه طلعوا كرمال يعيشوا مو كرمال يموتوا